أول شعر في العالم شرك قلنا قسما بالنازلات ها؟ قسما بغير الله قسما؟ قسما بالوطن وشد الوطن الشيخ العالم شيخ ومفروض على الشباب في المدارس ايوه اول ما يقفون على العلم ايوه ياتون بهذا النشيد قسما بالنازلات الماشيه الطيارات هذا لا يجوز ولا يجوز تحيه العلم بهذا بحال من الاحوال فان القسم لا يكون الا بالله سبحانه وتعالى القسم بالطيارات طيب ولا راحت الطيارات بماذا يقسم سبحان الله هذا لا يجوز هذا شرك بالله جل وعلا من كان حالفا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله أو ليصمت لا تحلفوا بآبائكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأمهاتكم فلا يجوز بمثل هذا بحال من الأحوال وله أن يتأخر ويصبر على الأذى ولو فصل في مثل هذا فهو إن شاء الله على خير ولو فصل من الدراسة في مثل هذا فهو إن شاء الله على خير.